انكشفنا على يعني انكشفت عورات الكره بالناشئين والشباب. اليوم منتخبات الناشئين والشباب، انا سمعت تصريح الكابتن عماد يعني من خلال اسبوع او 10 ايام عنده كذا تصريح، مره راح نكون رقم صعب ومره ننافس ومره نكون يعني جايين نتعلم، ومره يقول احنا لاعبين صغار ما يعني هذا يعني مع الاسف يعني بصراحه يعني شيء محير. يعني ده اليوم انا سمعت له تصريح يعني بشكل فيديو انه يقول احنا مواليد 2005 و2006 شيخنا، وهذا شيء مو صحيح. يعني احنا نعرف وانت تعرف وكل القريبين ما يعرفون انه احنا عندنا لاعبين اعمارهم يعني متقاربه، وعندنا بعض اللاعبين يلعبون بالدوري صار لهم كم سنه. بس السؤال المهم، الفرق الخصم هاي الخصم هم نفس المواليد مثل هم مواليد 2005 و2006، يعني احنا والخصوم هاي البطوله تحت ال 20، اكو لاعبين في بعض المنتخبات اعمارهم 18 و19 واقل من 19 واقل من 20. بس هذا مو تبرير، احنا علينا ان نبني مساله البناء بها يعني مو ما اعرف شلون اقول. يعني انا بصراحه متفاجئ، هو هذا الاصلاح، خلينا نقول اصلاح، والاصلاح شنو؟ نجيب لاعبين ناشئين ولاعبين شباب مغتربين ولاعبين يعني هو هذا الاصلاح؟ هل صار الاصلاح نجيب لاعبين ناشئين وشباب من المغتربين اللي عندنا اللي يلعبون في خارج القطر ونقول الاصلاح اصلاح علي؟ احنا حكينا وانا متناقش شويه يا كابتن عدنان، ويمكن سبب كان تاجج الموضوع بيني وبينه انه كيفيه الاصلاح من هذول اللي قبل ما نصلح اللاعبين نصلح المدربين، قبل ما نصلح اللاعبين لازم المدربين هم اللي يصلحون اللاعبين. المدربين لازم يكونون على اعلى مستوى، لازم المدربين بدل ما نظل ان احنا ندب كل الموضوع على المدربين، يا شو المدرب منو يطور المدرب؟ المدربين دول لازم يروحون بدورات، المدربين لازم يجيب لهم خبراء، المدربين لازم تاهلهم. انت المدربين شنو نخلي الحكايات كلها على المدربين؟ بغض النظر انا ما اقدر استفرد عن بعض المدربين. كابتن يونس يعني باعتبار ان الصوت مو كثير واضح اخوان.